السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم معتصم من قناة أندرويد الترامة. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يبلغنا وبلغكم الصحة والعافية يا رب، ونكون دائما تأمين والأمين إن شاء الله. في درسنا اليوم سوف نتطرق إلى شرح برنامج من البرنامج الجميلة جدا، أن ممكن يضيف لنا ميزة شبيهة ب يعني كأنك أنك بتصفح كمبيوتر أو لابتوب مسطب به ويندوز 10 بجميع اختصارات الموجودة في الويندوز 10 موجودة في برنامجنا لليوم. قبل ما نبدأ في شروعنا لشرح البرنامج، أذكر ونبه بس بالنسبة للناس اللي بيشاهدونا لأول مرة أو زوروا القناة لأول مرة، نتمنى منهم الاشتراك في القناة لدعمنا واستمرارنا لقدام، وبرضو لا تنسوا تفعيل الجرس لصلكم كل جديد وعمل لايك للفيديو إذا أمكن ذلك. بنمشي للبرنامج. زي ما ملاحظين هنا أيقونة البرنامج كمبيوتر لانشر، يعني زي ما ذكرت لكم يعني يجعل لنا هاتفنا الخاص بنا شبيه بويندوز 10. طبعا هنا مدينا تعليمات يعني نمشي بالتعليمات الموجودة في البرنامج عشان نقدر نتمكن من جميع الصلاحيات أو الميزات الموجودة في البرنامج. زي ما شايفين أمامنا يعني جعل لنا هاتفنا شبيه كأنه مسطب في ويندوز 10 بجميع الاختصارات زي ما شايفين أمامنا. بنمشي للأقسام الموجودة في أسفل الشاشة. هنا بدينا طبعا لإظهار التطبيقات، ننتظر لحظة عشان يقدر يقرأ التطبيقات الموجودة، اللي هو حاليا قرأ التطبيقات الموجودة في الهاتف. وهنا بدينا الاختصارات طبعا للجيميل وبليستور وزي ما ملاحظين أمامنا. هنا طبعا بيحتاج لي الاتصال بإنترنت، طبعا أنا ما عندي موصل إنترنت. هنا مدينا لي إنك تسطب متصفح، وانا ما عاوز اسطب مصفح. طبعا هنا برضو للهاتف. هنا مدينا لي الرسائل زي ما ملاحظين هنا. هنا اذا كان حابب انك تضيف يعني تطبيق معين او يكون في الفولدر زي ما ملاحظين امامنا. هنا برضو مدينا ندو صلاحية لغيرة الاسماء الموجودة في السيم كارد او الموجودة في الهاتف. هنا زي ما ملاحظين هنا برضو مدينا الاختصارات للايقونات للشاشه وواي فاي والبلوتوث ونسبه البطاريه والصوت زي ما شايفين امامنا. هنا برضو مدينا بعض الايقونات للمشاركات اذا كان عمل الطيران او الواي فاي او السيتنج، بدينا مباشره للسيتنج بتاع الهاتف الخاص بنا. وهنا مدينا الصوت برضو، ممكن ميزه ان يعني دوران للشاشة زي ما ملاحظين هنا مدينا للدوران عشان نقدر نديه صلاحية السماع، عشان نقدر إذا كان حابين إنه نعمل دوران للشاشة ممكن الدور معنا عادي. هنا طبعا الأسماء بنعمل كليك في وسط الشاشة زي ما ملاحظين هنا، ممكن نغير الألوان يعني إذا كان حاب إنك تغير ألوان الأيقونات زي ما ملاحظين هنا، هتغير عندنا الوان الايقونات بتاعت التطبيقات الخاصة بنا. هنا برضو اذا كان حابب انك يعني تعمل تغيير الخلفية الموجودة في التطبيق، ممكن مدينا كذا خيار عشان نقدر نغير الخلفية بتاعت الهاتف او الخاصة باللانشر. هنا برضو مدينا ممكن نعمل فولدر اذا كان حابب انك تعمل فولدر يكون في سطح الهاتف. هنا طبعا ديسكتوب لاختصارات الكمبيوتر وجوجل واللي المعروفة لدينا في اي تسطيب ويندوز. بنمشي هنا لزيز ماي كمبيوتر زي ما شايفين هنا، مدينا يعني الاختصارات شبيهة بحد كبير جدا كأنك بتتصفح كمبيوتر زي ما ملاحظين هنا امامنا. تحت في الاسفل مدينا مساحة الغرس الموجودة عندنا إذا كان، أنا طبعا ما عندي ذاكرة في الهاتف ذاكرة خارجية، إذا كان موجود عندك ذاكرة برضو بديك المساحة بتاعته. زي ما ملاحظين هنا برضو مدينا جميع الملفات الموجودة في الهاتف. برضو هنا مدينا الاختصارات للداونلود والفيديو والصور إذا كان حاب إنك تصفح صور. زي ما ملاحظين هنا مدينا الملفات ممكن تكون موجودة فيها الصور. هنا بنمشي لل سيتنج، وين السيتنج
في هنا برضو مدينة السيتنج، طبعا أنا زي ما ذكرت لكم السيتنج بتاع الهاتف الخاص بينا زي ما لاحظين. ما أظن يكون فيه شيء تاني في البرنامج، لكن بجد هو برنامج جميل جدا زي ما ذكرت لكم، يتيح لنا تصفح الهاتف يكون شبيه ب كأنك أنا بتصفح ويندوز 10 في لابتوب أو كمبيوتر. لحد هنا درسي أنتهى، وأتمنى أن يكون التطبيق عجبكم، ولا تنسوا برضو تفعيل الجرس لتصلكم كل جديد بالنسبة للناس الجداد، وعمل لايك للفيديو إذا أمكن ذلك، وأشوفكم في أمان الله.